إذا استوفيت شروط التجنيد المعمول بها. الالتزامات الخاصة بالأمن العسكري. أحدت علما بما يلي: أنه محظور كليا علي بصفتي مجندا ما دمت خلال مدة الخدمة اللجوء إلى الإضراب، إحداث هيئة سياسية أو نقابية، الانضمام إلى حزب سياسي لنقابة ما أو هيئة ذات طابع سياسي نقابي أو عقائدي، المطالبات الجماعية، التنظيم أو المشاركة في الاكتتاب وجمع التبرعات، المشاركة في أنشطة ذات طابع ديني أو ثقافي، الانخراط في أندية أو جمعيات ذات طابع رياضي أو فصيل دون الترخيص المسبق من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، نشر أو تلقي مكتوبات أو الخطاب في جمهور دون ترخيص مسبق من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، الإدلاء بتصريح أمام الإعلام، الإذاعة، التلفزة، الصحافة المكتوبة أو الرقمية أو ما شابه ذلك، الاتصال مع ممثل الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الأجنبية القائمة بالمملكة المغربية وبالخارج دون الترخيص المسبق من القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وجوب الالتزام بواجب التحفظ وعدم إفشاء الأسرار العسكرية وحماية المستندات والمعلومات العسكرية طيلة مدة الخدمة، وكذلك بعد فصلي أو مغادرتي لصفوف القوات المسلحة الملكية، علماً مني أن كل إخلال بهذه الالتزامات يترتب عنه عقوبات زجرية صارمة، القانون الجنائي المغربي وقانون العدل العسكري. الخضوع لمقتضيات قانون العدل العسكري ونظام الانضباط العام للقوات المسلحة الملكية. أصرح بالامتناع المطلق عن حيازة أو استعمال أو الاتجار في كل أشكال المخدرات، وأنني على بينة من ذلك، وأي خرق يترتب عنه عقوبات تأديبية تصل إلى التسريح بأحقية تامة والمتابعات القضائية المترتبة عن ذلك. نشر بيانات تحمل معلومات شخصية ومهنية أو الإدلاء بتعليقات على شبكة الإنترنت. الحصول، تبادل أو إرسال أي معلومة أو معطى عسكري أو يهم الدفاع الوطني عبر الإنترنت، الهاتف المحمول أو الفاكس خارج القنوات الرسمية. إمضاء المرشح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.